حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثنا مكحول حدثنا عبد الله بن محيريز أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة مثنى مثنى لا يرجع. حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا هذيل بن بلال عن ابن أبي محذورة عن أبيه أو عن جده قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان لنا ولموالينا والسقاية لبني هاشمين والحجابة لبني عبد الدار.